فعلا صلاح، مع بدء العد العكسي المنافسة تحتدم أكثر فأكثر، خاصة هنا في ميشيغان في هذه الولاية المتأرجحة التي كانت تعتبر ضمن الحائط الأزرق، ولكن اليوم هناك استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج متقاربة جدا. هذه الولاية التي فاز فيها بايدن بحوالي 150 ألف صوت في الانتخابات الماضية، اليوم نرى فيها تقارب كبير بالنتائج بين الجمهوريين والديمقراطيين انتقاما من سياسة بايدن، لأنه عندما نتحدث عن ميشيغان تحديدا نتحدث عن جالية عربية كبيرة، خاصة يعني اليوم ترامب يعود مجددا إلى ميشيغان إلى ديربورن، يلتقي الجالية العربية، يلتقي الجالية اللبنانية، يحاول التأثير حتى يصوتوا له، حتى التقى كذلك بعدد من الأئمة المسلمين، عدد كذلك من يعني حكام المناطق كانوا ديمقراطيين اليوم يريدون الانتقام من الديمقراطيين. على كل حال نحن الآن في أحد المراكز الانتخابية، كما نرى حركة المشاركة نتحدث عن حوالي 30% هنا في ديترويت تحديدا في هذا المركز، ولكن الجالية العربية والمسلمة الأكبر يصوتون في ديربورن على سبيل المثال، ولكنهم لم يحسموا بعد رأيهم، وأكثرية العرب ينتظرون إلى يوم 5 نوفمبر ليصوتوا. اليوم ترامب كذلك سيتجه إلى وارن، سيحاول استقطاب المزيد من الناخبين بعد لقاء صغير مع عدد من الجالية اللبنانية في ديربورن. على كل حال عند الحديث كذلك على أصوات العرب، هناك استطلاع ليوغوف يتحدث فقط عن العرب تحت عنوان ماذا يريد العرب الأمريكان، يقول هذا الاستطلاع أنه أو يعطي ترامب 45% مقابل 43 لهارس، بوقت أن النتائج متقاربة جدا. الاستطلاعات يعني تتغير بين موقع وآخر، ولكن عندما سئل العرب إن كانوا يعتبرون أن أصواتهم ستحدث فارقا في هذه الانتخابات، 80% منهم أجابوا بنعم، وعندما سئلوا من يستطيع إنهاء الحرب 39% صوتوا لترامب بوقت 33 صوتوا لكمالا، علما أنه أكثرية العرب الذين تحدثنا إليهم يقولون لا نعلم كيف سينهي ترامب هذه الحرب مقابل ماذا، علما أن ترامب يشدد كثيرا خاصة في لقاءاته للجالية العربية والمسلمة هنا في ميشيغان على أنه سينهي هذه الحرب، سيعمل على هذا الملف، ولكن لا. الثقة طيب. بطبيعة الحال معدومة بالجمهوريين وبالديمقراطيين، لذلك هناك جزء آخر سيصوت لجيل ستاين، طيب. هناك جزء لم يحسم رأيه بعد، وجزء آخر من العرب لن يصوت.